كثير أسباب عبر التاريخ. أنت تعرف أن كل فعل هو نتيجة لفعل السابقة. أنت تظن أن نتنياهو يحمي شعب إسرائيل؟ هل نجح في حماية شعب إسرائيل؟ هل هو حقا نجح في هدفه الاستراتيجي؟ هو إنسان فاشل. نجح في سحقكم وتدمير كرامتكم أنتم كعرب ومسلمين. هو وزير دفاع إسرائيل، مهمته لا لا، حماية وما إسرائيل. نجح، أنا شوف أنا جاوبتك، وما نجح في حماية شعب إسرائيل، والدليل أن اليوم في أكثر من 60 شخص مصاب بمسيرة يعني من حزب الله، ولكن هو نجح في أنه يسحق كرامتكم 400 مليون عربي ويدوس على أنفكم ك 2 مليون مليار مسلم. هو هذا لما يحمل الطائرات ويروح يقصف، هل حقا حقق أمن إسرائيل؟ بالعكس، الآن إسرائيل تتلقى صواريخ أكثر وأكثر. نحن مع انا السلك ما دائما. مش مختلف معك، مش مختلف معك. ما إيه، انا جاوبتك، انا قلت لك هو فشل في حماية اسرائيل ونجح في انه يسحقكم انتم كعرب ومسلمين. هو يقتل فقط هكذا، ما لم ينجح في أي شيء. هو بيقتل قياداتكم ويقتل مقاوميكم ويقتل كل من يرفع عليه السلاح وجالس. وحتى السيد طبون يعني اخذ خلف وقال لا، احنا راح نرسل امدادات طبية لكم. افتح مستشفيات. نعم. شوف، هو طبون إسرائيل ولا تبون ولا في فرق بين الاسمين؟ تبون هو اسمه بالتاء، اها بالتاء، بس هو حتى تعرف. موريتانيا هي بالتاء، انتم بتقولوا موريتانيا، يعني احنا على طريقتكم لازم نقول طبون صح؟ لا، قلت تقول تبون. لا بس هو انتم موريتانيا، دولة موريتانيا الشقيقة، بتسموها انتم موريتانيا صح؟ موريتانيا، نعم. ايوه بالضبط. فالمفروض انه احنا نعيدها لكم كمجاملة ونقول انه السيد طبون يعني بدل السيد تبون يعني. هذا وين فهمتك؟ يعني عشان المجاملات تكون رايحة جاية بيناتنا يعني. تختلف اللهجة الجزائرية فيها كثير لهجات. المهم، أنا أقول لك دائما يجب أن تكون مع السلم ولا تشجع إسرائيل حتى تكون صح إنسان إنساني ويتبعك العراقيين وتكون قدوة لهم يعني مش وفيلسوف مع أو كل إسرائيل، مسلم. ولكن أنا مع الساحق هذه الجماعات الإرهابية، أنت ودائما تسحقهم. أدعو الله، أقول اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وطلعنا من بيناتهم زي شعرة من العجين. هذا الدعاء سيء، والله أنا لا أحبه. أنا جدا أحب هذا الدعاء صراحة، وخاصة موضوع الشعرة من العجين لأنها جدا مزعجة. أنا تعرف أنا لا أحب حماس وقيادات هذوك، أعتبرهم يعني سيئين، لكن إسرائيل لما تضرب الآن مدنيين الشعب الشرق الأوسط يكرهها ويخليهم بالضبط، يعملوا كله جماعات بسبب همجية. حماس، يعني كله بسبب حماس وبسببكم انتم المسلمين. والله يوجد انتم مسلم. محترمين في بلدانكم وما تبيعوا عنطزة فاضية على الناس، الناس ما لها دخل بيكم. ليش اسرائيل ما تضرب الأردن؟ ليش اسرائيل ما بتضرب مثلا السعودية؟ ليش اسرائيل ما بتضرب الجزائر مثلا؟ او مصر او المغرب؟ ما هؤلاء حدا هدد منها. لما تروح تهدد دولة مثل هذه أكيد راح تجي تضربهم. صح، لكن تعطيهم الآن، هي لماذا لا ترسم حدود باينة، حدود واضحة، والله وتعطيهم حاولت دولة ترسم حدود، مستقرة؟ جماعتكم قالوا لا ما نرضى. هؤلاء، شوف، إسرائيل لا ترضى أن تتسلح السلطة انتوا ما الفلسطينية. بترضون، محمود انتوا عباس، المسلمين ما بترضون، انتوا المسلمين عندكم تتنازلوا عن القدس؟ كيف أتنازل ولا أتنازل؟ القدس هو عبارة عن مسجد فقط يصلي فيه الناس. لا، القدس ليس عبارة عن مسجد، الأقصى عبارة عن مسجد. القدس هذه مدينة كبيرة طويلة عريضة. صح. هل عندكم استعداد أنكم تتنازلون عنها؟ أنا وتنفي لا، المشكلة بيناتكم؟ لا. أنا نعم لا أتنازل عليها، نعم. أنت مش رقم في هذه المعادلة. أصحاب الأرض، أصحاب القضية. يعيشوا في سلام، أنا وش قصدي؟ يعيشوا في سلام، ولا يمكن تشجيع إسرائيل أخص انتم نتنياهو. ما ممكن تعيشوا، حد يعيش معاكم بسلام. ليس كلنا هم في الأردن، أنت قلتها بفمك، الأردن ومصر متعايشين الاردن مع إسرائيل. ضعيفه، اول ما يصير عندها قوه اردن ضعيفه اول ما يصير عندها قوه راح تضرب اسرائيل. ممكن إيه؟ يعني بسبب، أنا لا أرى سبب همجيتنا الإسلام، وأرى أنه في الشرق الأوسط حرب الشرق الأوسط، لو إسرائيل انتم تعطي سبب حدود. همجيتنا كله الاسلام،
اتركوا الإسلام أنتم راح تصيروا ناس محترمين تعيشوا مثل بقية شعوب العالم. محمد صالح، أنا أريد يعني لا أسألك، أنا راح أسألك حقا يعني، لكن لا أريد أن أسألك، أريد أن أسأل عالم، لكن راح أسألك، الظروف خلتني أسألك. أنت شو رأيك؟ أنا دائما في رأسي أقول أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه الخلافة من بعد أربعة، يعني بعد الأربعة لا يجوز أن تقوم أي خلافة. خطأ، شو قلت لي؟ الأئمة من بعد 12 قال أئمة، لكن انا وش قصدي الان، يعني الاسلام هناك جماعات مثل داعش، مثل في الجزائر في التسعينات، جماعات والله على الكتاب والسنة مثل ما رسم لهم الرسول. هذا اريد ان اسالك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو أيوة. ماذا كان يفعل لما نقول كان خليفة؟ يقتل الناس، كان يسب الناس، كان يغتصب الناس، كان يلعن ابو سلسفين الناس. ايه حق، شو معنى سلسفين؟ يعني كان يبالغ في قتلهم. سلسفين يعني مبالغة. لا يعني يا كلمة دارجة يعني من أصل أصله، يعني يلعن أصل أصله مثل ما لعن وسب يعني العرب بأجدادهم وبآبائهم حتى اللي يفتخر بأبوه سبه، قالوا فاعظوه بهني أبيه. الرسول هم كانوا يؤذون في مكة، لم يكن يؤذي أي أحد، كان يقول لهم لا فقط لكن ما أشهد كان أن لا عنده إله إلا الله. لا لا هو في نعم، مكة كان يهددهم، يعني هو كان في مكة عامل عنطة يهددهم بعذاب ثقافية الله. مثل لحظة في مكة كان متعنطز مثلكم، كان يجي يقول لهم إنما جئتكم بالذبح، جئتكم بهذا. حتى هو يعني ما يعني ذليل حقير كان يحتمي بالكفار من أولاد عمومته، ها، ومعه ورغم ذلك بيهدد الناس. ما في ده والله الإسلام ماذا نشوف، ناس فهموه خطأ وقاموا بتشويهه بسبب أنه فهموه خطأ المشكلة عند فقط، مين يعني إذا هو الناس الإسلام محمد؟ المشكلة عند مين إذا الناس فهم الإسلام خطأ؟ من بعد الخلافة الأربعة لما انتهت الخلافة الرشيدة. المشكلة عند مين لما الناس يفهموا الإسلام خطأ؟ مشكلة من عندهم. ألف شوف باء والله، ألف باء ألف باء الخطاب مع الناس أنك أنت المسؤول الوحيد عن فهم الناس، مش الناس مسؤولة عن فهمها. اي ليه؟ والله أنت لما تقدم رسالة إلى شخص وهذا الشخص ما تقدم له رسالة بحيث يفهمها بطريقة صحيحة، المشكلة عندك أنت. مشكلة عند الأستاذة، أستاذ سيء يعني قصدي، المشكلة عنده مش عندنا إحنا. لأنه أو لو ليش 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 لأنه لو هو يعرف أنه الناس راح يختلفوا، المفروض يعطي الناس شغلة ما يختلفوا عليه. يعني خشخشة يا محمد، لا تعمل خشخشة. أنا آسف والله، أنا كنشوف يعني الإسلام، إسلام هو رسالة وعبادة وشهادة أن لا إله إلا الله فقط، وليس إجباري. وقتل وذبح واغتصاب وضرب وسب وقلة أدب واحتقار الآخرين، كلها درس داخلة في شريعتك الإسلامية. والله أنا ما شفت في حياتي، ما شفت احتقار ولا شخص مسلم، بالعكس الرسول يقول ليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا يشتم، هو يحارب من يحاربه. تخيل لحظة أن لحظة يرسل، لحظة 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 أنت بتقرأ قرآن؟ كيف أقرأ؟ لا أنا قرآن في التراويح، في يعني كل الآيات مرت علي في التراويح، لكن لم يعني أقرأ تقرأ قرآن. قرآن؟ نعم، القرآن مليئة بالسب واللعن، كيف تقول ما فيه؟ مثلا شو مثلا السب؟ مثلا على لعنة الله على الكافرين، الله يلعن، أولئك شوف يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الله سبحانه وتعالى يلعن، لكن الرسول وصانا أن لا نلعن أي شخص، طيب الله هو فقط من يلعن. دخلت عائشة على الرسول ومعه رجلان يكلمانه بحديث لا تدري ما هي، فقالت فلعنهما الرسول عليه الصلاة والسلام وسبهما. عائشة كيف سبه؟ ماذا قال لهم؟ مش مدري شو قال. عائشة قالت لعنهما وسبهما.
شو أن إذا لعنهم الرسول، الرسول أعلم، لأن الرسول أي، أنا قلت لك الله آه فقط من يكذب. يعني الرسول طلع لعان وسباب، يعني واحد لا لا كذاب، لا لا يعني الله بيقول للناس يا كيف سبب؟ لحظة بيقول للناس لا تسبوا لا تلعنوا، هو طلع بيسب وبيلعن. شو سب؟ هو إذا لعن يعني وحي، وحي من عند الله أن يلعن فلان ويلعن شيطان. وهذا ألعن، وهذا ألعن ليش؟ لأنه هذا معناته أنه الله كمان واحد قليل أدب. ليش؟ لأنه بيسب الناس. والله أنا ما شفت سب، يعني سب. إذا عائشة قالت هذا الكلام أن الرسول سب، أنا يجب أن أبحث أكثر ولا أصدقها ولا أهتم بهذا الكلام. روح ابحث، اكتب هكذا صحيح مسلم حديث 2600. طهر فرق ما فين، يعني الآن أكتب الآن أو خلي من بعد راح أتذكر وأكتب إن شاء الله. لكن يعني 2600 سهل، الرقم سهل 2600 2 6 0 0 0. طيب محمد انت رايح تبحث عن الحديث وانت معانا؟ لا لا إلى اللقاء، خلي يتكلم مع أناس آخرين. طيب إسرائيل حبيبي ظالمة، انسان كثير إسرائيل هي كل سبب المشاكل، إسرائيل هي اللي خلت حماس يعملوا أشياء إرهابية وأشياء همجية. نعم، إسرائيل لا كانت تخلف. موجودة في زمن النبي محمد صح، هم اللي خلوا انه يغتصب طفلة عمرها 9 سنين. ما شفناها نحن اغتصبها حتى والله، تتكلم. شفناها لا ما شفناها ما لحد شفناها الآن، لحد الآن أنتم المسلمين تغتصبون الأطفال. لا 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 نغتصب. لا 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 الزواج، الزواج بأمر من ولي الأمر. شو هناك آية تقول يا زوجات النبي لستن كباقي النساء، صح؟ تعرف آية تقول يا، منين جبتها؟ لا لا في آية تقول تتكلم على زوجات النبي ويقول الله باقي سبحانه النساء وتعالى ما لستن سمعتها كباقي أنا. النساء قرن في بيوت كل، يقول هناك آية تقول يا كانت جالسة في بيتها، ورغم ذلك تؤمر أختها أم كلثوم وبنات أخوها عبد الرحمن أنه يقوموا بإرضاع الرجال لكل رجل عائشة تحب تدخلها عليها. هذا حديث تتكلم لي عليه شخص شيعي صحيح مر إنها علي. لا لا مستحيل، لا 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 مستحيل لا هو حديث أستدل، صحيح نعم هو حديث البخاري. مستحيل أني أستدل عليك بحديث شيعي. نعم نعم أنا قلت لك مرت علي هذا الكلام، استدل به شيعي كنت أتكلم معه قال لي هو أنهم لا يحبون عائشة تعرف. المهم أنا لا، والله الإسلام الناس اختلفوا في الإسلام وأدخلوه في السياسة وأدخلوه في مصالح هذا شخصية جميل حتى جدا، طلعوا الإسلام من حياة الناس وانتم راح تكون شعوب محترمة إن شاء الله. الله أعلم. شوف في آخر الزمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، يعني أبشرك أنت تعرف أنه رائع حديث. جدا، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن اللي أرسل الإسلام فاشل. لا لا دليل على أن الإسلام من أول ليس كم، لحظة، يرسل دين لهداية الناس، ورغم هذا الدين يندرس بين الناس وما حدا فاهم، وبيقاتلوا بعض عليه ومش قادرين يفهموا، بيكفروا بعض، والكل يقول أنا مسلم. شو هذا الدين؟ دين فاشل، واللي أرسله فاشل. أنت شفت تلك التجربة 20 شخص يقفون وراء بعضهم وأنت تقول كلمة للأول لا يسمح. وهذا دليل على كذلك هذا دليل على هذا دليل على أن دينكم محرف، وأن إلهكم ما كان يفكر بطريقة سليمة لما أرسل لكم هذا الدين. دين الناس الناس يوضع شوف الدين عند الله الإسلام منذ لا آدم وين وين دائما وين يبعث. شو يعني إسلام؟ شو يعني شوف إسلام؟ الناس يضلون، الناس يضلون طريق، ويبعث الله دائما لهم رسل، حتى أمة محمد في الأخير سوف تضل الطريق، ولن يبقى من الإسلام إلا اسمه وتأثيره. طالما أنه بيضل الطريق، يعني هذا الدين ملوش 60 لازمة في الحياة. لا لا هم يتبعون الشهوات. الدين ليش الله أرسل النبي محمد؟ حتى يهدي الناس، كانوا في الجاهلية. لحظة، يهدي الناس في زمانه ولا بعده؟ يهدي الناس في زمانه وبعده. حلو. في زمانه ما هدى الناس الا قله قليله من الناس، وبعد هناك من يؤمنه. لحظه لحظه لحظه، وبعد هذول اللي امنوا به بامنوا به ارتدوا عن الاسلام وقتلوا بعض. هم قتلوا بعض، المسلم يخطأ يعني ليس بسبب الاسلام، هم اللي اخطأ. لا لا لا، لما انت تاتي عند تكون يعني من اصحاب النبي محمد وتقرا القران القران في صدى
وتقرأ القرآن وتكون ممن كتب القرآن بين يدي النبي محمد، ثم تقتل من كتب القرآن مثلك، تقاتله عشان تفسير القرآن، معناته دين فاشل. هذا الدين لا يمكن الاعتماد عليه. شوف، هذا حديث القتل موجودة، سيدنا موسى وقتل شخص، أغضبه شخص قتل. هذا دليل على أنه كان واحد بلطجي. لا، دليل على أنه كل الناس تغلط، كل الناس تخطئ. لا، مش مهم تغلط، لا، المهم أنه هذا الدين لا يمكن الاعتماد عليه، لأنه التفاسير فيها مش واضحة، كل واحد راح يجي يفسر. وعشان هيك أنتوا خلال 1400 سنة يوميا، كل مرة، كل سنة، في كل مكان تقتلون بعض. وأنتوا في الجزائر أحسن مثال على هذا، في العشرية السوداء الذي كان يقتل يقول لا إله إلا الله، والذي كان يقتل يقول لا إله إلا الله. صح، عمي أخو أبي وخالي أخو أمي قتلهم جماعات مسلحة في الجبل. كانوا كفار ولا مسلمين؟ كانوا مسلمين. خالي كان يشتغل جماعات مسلحة. لا، جماعات إسلامية مسلحة. جماعات إسلامية، نعم، جماعات إسلامية مسلحة. ما هو هذا أكبر دليل. نفس الحال تكرر في ليبيا، في مصر، في العراق، في سوريا، في اليمن، في الصومال، في مالي، في نيجيريا، في أفغانستان، في إيران، في باكستان، في فلبين، في بنغلاديش، في الصين، في كل مكان. هذا هو حالكم أنتو، حالكم أنتو خلال 1400 سنة. في دولة الراشدين عملتوا هذا الشيء، في دولة الأمويين عملتوا هذا الشيء، في دولة العباسيين عملتوا هذا الشيء، في دولة المماليك عملتوا هذا الشيء، في دولة العثمانيين عملتوا هذا الشيء، في الدول المعاصرة عملتوا هذا الشيء. هذا هو حالكم أنتو المسلمين من 1460 سنة. بسبب هذا الدين تقتلون غيركم وتقتلون أنفسكم. لماذا؟ لأن دينكم فاشل. لو كان دينكم بالفعل واضح وبين وجلي من عند الله، مثل ما يقول تلك آيات الكتاب المبين، لو هذه الآية مش كاذبة، مش محرفة، لم ينطق بها الله، عرفت كيف؟ لكانت هذه الآية كافية، تلك آيات الكتاب المبين. المبين في الرأي، شفت حدا على وجه الأرض بيقاتل عشان الشمس؟ انه واحد يقول لا الان مغرب، الثاني يقول لا الان مش مغرب، الان فجر، ما حتى. ليه؟ لانه واضح بين. لذلك احنا لما نضرب الامثله نقول واضح كوضوح الشمس في سماء ليس فيها غيم، عرفت كيف؟ هذه نعم، ما فيها زيغ ولا حاجه، عرفت كيف؟ عشان هيك ما بتشوف حدا بيختلف حول ظهور الشمس ويتقاتلوا عليه. بينما دينكم، لانه الدين مش واضح، دين فاشل، كل شوية تخرجون وتقتلون بعض عشان دينكم فاشل. شوف، أي شيء يمكن أن تستعمله بشيء سيء، مثلا السكين ممكن تقتل به، مثلك الدين. شوف بشار الأسد ماذا قال عن الإرهابيين. بشار الأسد مسلم. أي نعم، ماذا قال عن، شو حتى تفهم، حتى تفهم أن والثوار اللي خرجوا عليه كمان مسلمين. مسلمين وهم شو ماذا قال عليه؟ واثنيناتهم بيقتلوا بعض، لعنوا أبو سلسفين البحر، دمروا بلد كامل. لماذا؟ لأنه شوف، لأنهم مسلمين، لأنكم اثنيناتكم، هذا بيقول الله أكبر وهذا بيقول الله أكبر، هذا بيقاتل عن القرآن وهذا بيقاتل عن القرآن، هذا بيقاتل عن المقدسات وهذا بيقاتل عن المقدسات. ليش؟ لأن اثنيناتهم بيفهموا بطريقة مختلفة، لأن هذا الدين ما بيوحد الناس، هذا الدين جعلكم أمة مسخرة بين البشر. هذا الدين لا يمكن اتفاق الناس على مفهوم واحد فيه، ما عندكم مفهوم واحد. حتى الإله أنتم مش متفقين على الصفات. هذا لا يقلل من شأن الإله. يقلل كثير. ليش يقلل كثير؟ لأنه ببساطة شديدة هذا الإيمان أنتم مختلفين فيه. شوف، أنت ما عندكم إيمان واحد. إيمان السلفية غير إيمان الخوارج، غير إيمان المرجئة، غير إيمان الأشاعرة، غير إيمان المعتزلة، غير إيمان الكرامية، غير إيمان الشيعة، غير إيمان الزيدية، غير إيمان الإسماعيلية، غير إيمان الماتوريدية، غير إيمان المتصوفة، غير إيمان أي. أنتوا حتى الإيمان ما عندكم اتفاق عليه، ما عندكم حاجة واحدة في الإسلام ما عندكم اتفاق عليه. صح، هذا لا يقلل من تلك الحاجة. الآن أنت محمد صالح، هناك من يراك صهيوني، هناك من يراك إنسان جيد، هل هذا يغير من طبيعتك شيء؟ ليش؟ لأنه أنا مش مرسل من عند الله. لو كنت مرسل من عند الله كان راح يؤثر علي كثير صراحة، لأنه أنا إذا مرسل من عند الله وجيت وقلت للناس
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ها، وقلت وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم ضربت لكم آية وجبتها وقلت لكم تلك آيات الكتاب المبين، وأنا كلامي لا وأواجي، وقلت تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وين هذا البيضاء يا أبو خالو؟ وينك يا أبو جاسم؟ وين هذا البيضاء؟ إذا صحابتك ما فرقوا بين البيضاء وبين السوداء، وين هذا البيضاء؟ صحابتك، قتلوا أكثر من 70,000 إنسان مسلم فيما بيناتهم لأنهم مختلفين على البيضاء هذا. فهل هذولا من الذين زاغ الله قلوبهم؟ لا، أنتم تقولون القاتل والمقتول في الجنة وتترحمون على القاتل والمقتول وتقولون سيدنا يعني عدي قتله سيدنا معاوية، وتقولون سيدنا طلحة والزبير قتله سيدنا علي، وتقولون سيدنا عمار قتله سيدنا معاوية. فأنتم ماذا؟ أنتم ببساطة شديدة ما عندكم حاجة تستندون عليها، دينكم دين فاشل، ما عندكم. نحن قلوبنا واسعة تسع معاوية والقاتل والمقتول. إذا خلي تسع 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 نتنياهو. شوف شوف، كنا نتكلم عن القتل. لا لا لا, 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 لا عليكم أن قلوبكم تتسع لنتنياهو أفضل، لأنه نتنياهو لسه ما عمل فيكم ما فعله المسلمون. والله أبو مسلم الخراساني مثل ما يقول ابن كثير، يقول قتل 600,000 صبرا من عرب خراسان. لا أعرف. قتل 600,000 مسلم صبرا، يعني كانوا أسرى بين يدي وقتلوهم. يعني لسه نتنياهو لو يضربكم بالنووي ما راح يقتل منكم هذا العدد. فنتنياهو من ناحية القتل مهما كان سيء ليس كواحد من المسلمين الذين قتل منكم هذا العدد. الحجاج قتل منكم آلاف مؤلفة. لا يهم العدد، من قتل شخص واحد كأنه قتل الناس أجمعين. على فلسطين اجلس تبكي على فلسطين. من قتل شخص واحد. لا لا، بما أن قلوبكم تتسع للقاتل والمقتول خلاص، وإحنا كمان قلوبنا تتسع للقاتل والمقتول، ونقول رضي الله عن نتنياهو الذي قتل إخواننا الشهداء في غزة رضي الله عنهم أجمعين. هذا هو المنطق تبعكم، هذا هو المنطق. رضي الله عن نتنياهو ورضي الله عن الأطفال في غزة، هذا هو المنطق تبعكم. هذا هو لحظة محمد، هذا هو معنى أن قلبنا وقلوبنا كبيرة تتسع للقاتل والمقتول. نعم نعم نعم، شوف نتنياهو وأطفال غزة هم سواسية، بشر، إنسان. نحن أنا والله لا لأن رسولكم قال إذا اجتهد العالم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران، ومعلوم أن الإمام نتنياهو عليه الصلاة والسلام أخطأ فله أجر. لا أعلم، شوف هذا حكم الله، ممكن الله يدخل نتنياهو الجنة. هذا ليس الله يدخل نتنياهو الجنة، ما تعرف من يعرف. إيه نعم نعم، الجنة والنار ليست شغلي أنا وأنك. طيب أخي محمد خلينا نمشي الدور لأنه في أخوة شكرا كثير لمشاركتك أخي الحبيب، كل محباتي واحتراماتي لك.